مالك المنان وفضل ديننا على سائر الأديان من أجل نزول القرآن وقيض لنبيه أصحابا ينجون للعثمان والصلاة والسلام على المبعوث إلى فقرين الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أصحاب العز والشرف والعرفان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما بعد، أيها الجمع الوقود، قبل كل شيء أحييكم بتحية أهل الإسلام والجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا إخوة الإسلام، إن القرآن وكلام رب العالمين وحبله المتين وصراط المستقيم ونوره المبين. فيا إخوة الكرام، القرآن فهو عصمة لمن اعتصم به وشفاء لما في الصدور. فيا إخوة الكرام، من قال به صدق، من عمل به أجر، من حكم به عدل، ومن دعا هدي إلى صراط مستقيم. أيها المستمعون بل مستمع أتعلمون من هو خيار هذه الأمة؟ اسمعوا إلى الحديث الذي رواه البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن في القراءة القرآن أن قارئه له بكل حرف 10 حسنات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو بها آخرين لا ريب فيه. إن الله يرفع بهذا الكتاب ولصاحب القرآن